دلوقتي جه وقت الحساب، لعبة كلام بحساب. هختار ثلاث لعيبة ونقول لهم على موقف معين، هيشاركوا مع بعضهم في تمثيله، بس كل واحد فيهم لما يتكلم لازم يتكلم بحساب ويعد كلامه كلمة كلمة، مش مسموح لحد فيهم يزود في عدد الكلام المطلوب منه في كل جملة هيقولها، واللي هيغلط يطلع ويدخل اللاعب الرابع مكانه. هيبدأ معانا شريف ومروة وأوزو، اتفضلوا. الموقف بيقول: شاب لخمة أول مرة يكلم بنت في التليفون، وصاحبه الصايع جنبه بيقول له يقول لها إيه. شريف الشاب اللخمة هيقول كلمة واحدة، مروة هتبقى البنوتة هتقول كلمتين، والواد أوزو هيبقى الواد الصايع هيقول ثلاث كلمات. أوكي يلا ارفع السماعة. ألو ألو، مين؟ قول لها بحبك قوي. بحبك؟ وبعدين يعني؟ قوي قوي ياض. قوي؟ انت بتعاكس؟ قول لها ابعتي لي صورك على الانستغرام. قولت قوي مني. قوي. مش صايع كفايه يعني. ما اعرفش غير النضاره. انا انت ايه؟ قول لها اشوفك امتى؟ هشوفك يا احمد. معاكسه. هي صاحبتك ولا صاحبتي؟ رقم غريب. امال ايه معاكسه دي؟ محمود. محمود مين؟ لا محمود شنخ. اطلع اطلع يا بيلا. ابعتي لي الصوره يا بت. الصور. انت حيوان. عايز اشوفك قوي. عايز. اه يا سافل. لو ما جيتيش هعبيكي. هعبيكي. انت جزمة. هشفر لك وش طنط. سامحيني. اخلص يا بني ادم. بتحبيني ولا عادي؟ اخلص يا بني ادم. فعلا؟ يعني انا فوتت لكم كتير قوي في يادي. وحشتيني. نو تاتش. عندك بناطيل في زون؟ موجودة اخويا. مقطوعة عند الركبة. الركبة؟ الركبة برضو؟ عندك مقاطع ساخنة؟ يا رب. ساخنة؟ لم صاحبك. هي عرفت من ايه؟ اسف، عرفت من ايه اللي انت كلمتي؟ طيب انجز بقى. هي سامعه صوتي؟ نوال. نعم محمود. اه استاذ عموري. مدحت يخرب بيتك. برافو. شكرا.